بالدم نفديك يا شهيد، بالروح بالدم نفديك يا شهيد، بالروح بالدم نفديك يا شهيد. نهنئ نساء سوريا عامة وشمال شرق سوريا خاصة بمناسبة قدوم عيد المرأة العالمي، ونهنئ بهذه المناسبة زوجات وأمهات الشهداء، ولا ننسى فضل الشهيدات التي قدمنا أرواحهن فداء للوطن وحرية المرأة، كالشهيدة هفرين خلف وساكنة عسلية وأفيستا خابور وغيرهن من الشهيدات المقاومات التي كانت أسطورة لجميع الدول الغربية. ننحني إجلالا وإكبارا لأرواح كل الشهداء، نجتمع اليوم في هذا المكان الطاهر من أجل أن نعبر عن مدى اعتزازنا وفخرنا وامتناننا بهؤلاء الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حرية الوطن والأرض والكرامة، وكان لهم الدور الأساسي في محاربة الظلم والعدوان. بالروح بالدم نفديك يا شهيد، بالروح بالدم